تعال واجهني يا زورو. لا تؤذني. إن زورو كالطفل بين يدي الآن. بونزا. نعم يا أمه. اهزم زورو وتعال كل ما تشتهيه نفسك. أنا سعيد. غونزاليس! غونزاليس! هيا استيقظ! طعام أمي هو الأفضل في العالم كله! دعنا من أمك واستيقظ بسرعة! إنه لذيذ! يبدو أنك كنت تحلم حلماً سعيداً! أنا آسف سيدي! ماذا تظن العمل؟ سأطرد الكسل من داخلك! هيا اذهب واركض حول القلعة 20 مرة! ها؟ بدءاً من هذه اللحظة، هيا! حاضر! ها أيها الرقيب، ماذا حدث لك؟ شيء للأكل. ماذا؟ شيء للأكل؟ لماذا لا تترك عملك إذا كان قاسياً عليك أيها الرقيب؟ تباً، ماذا سأفعل بعد أن أترك عملي؟ أعرف أن الأكل هو موهبتك الوحيدة. ماذا؟ أوه، لا شيء. ربما أنا شخص تابع الآن، لكنني سأتلقى ترفيعا يوما ما لقيامي بعمل بطولي سوف أجعل أمي سعيدة في حياتها. إيه، هذا أفضل لك. أرأيت؟ لذلك سأدفع لك ثمن ما أكلت من الطعام بالدين. شكرا لك، إلى اللقاء. أوه، ما هذا؟ ساقاي تؤلمانني كثيراً. ستؤلمانني غداً أكثر، ولكن انتظروا وسترون. سوف أتقدم يوماً ما، لن يوبخني أحد ويقول لي هاي غونزاليس. لن يلومني أحد حتى ولو كنت نائماً خلال عملي. إنه لص. ربما تكون فرصة جيدة للقيام بعمل بطولي. كنت محقاً، سوف أعتقله. إن عظامي تؤلمني. توقف أيها اللص. لص. لقد هرب من هذا الطريق، لا تخافي. توقف أيها اللص. توقف. أين ذهب هذا اللص؟ إنه سريع جداً في الركض. كان هذا لصالحك. ماذا تقول يا برنارد؟ غونزاليس لص؟ نعم، لقد سرق من بيت السيدة ديلسيا جوهرة. لا أصدق أن يكون سارقا. إنه حديث الساعة في البلدة يا دييغو. حديث الساعة؟ أين أنا؟ أنا ميت. لا، أنا حي. ما الوقت الآن؟ يجب أن أعود. كان اللص منكم. أرجو ألا تنفعلي. يا إلهي، قل لي ما العمل الآن؟ لقد ترك زوجي الراحل تلك الجوهرة لي، إنها أثمن شيء عندي. هذا أمر فظيع، ولا أعرف كيف أعتذر له عن فقدانها. سنبذل قصارى جهدنا للعثور عليها. لماذا لا تعرضين جائزة نقدية؟ جائزة؟ بهذه الطريقة نستطيع الحصول على المعلومات بسهولة. مهما كان الثمن سوف أدفع لأسترد جوهرتي. جيد، سوف نسترد الجوهرة بالتأكيد. ابحث عن غونزاليس في الحال، يجب أن نقبض عليه بأسرع ما يمكن.
سيغضب ريموند وجابرييل كثيرا إذا تأخرت عليهما. أليس! أليس! ليس أين؟ أليس! ماذا تقول؟ أنا لست لصا، أنا الرقيب غونزاليس. ها هو هناك. لا تدعه يهرب مني. أطلقوا النار. توقفوا على الرقيب غونزاليس، توقفوا. سنحصل على جائزة لو أمسكنا به. إيجاد الجوهرة أفضل. هيا 50 قطعة ذهبية لمجرد الإمساك به. تقصدين أن أمسك به؟ أوه، قلت لك لا يا دييغو. لا تكوني بخيلة ماريا. نريد منك فقط واحدة. لا، نحن آسفان. بدأت أشعر بالجوع يا برنارد، أريد أن أكل أي شيء. وأنا أيضا. ماريا، هل أتيت إلى غرفتي؟ ها؟ حاضر سيدي. نجحت الخطة. هاي، لنأكل بسرعة دييغو. هيا. يا لها من رائحة شهية. لا أستطيع التحمل. من هذا؟ لا أستطيع مواجهة أمي، لا فائدة من العيش أبدا. لا تكن سخيفا أيها الرقيب. لا، لقد انتهيت. غونزاليس، إذا كنت بريئا أخبر القائد بذلك. لكنه لا يصدقني، لا أعرف ماذا أفعل الآن. لما لا يصدقك؟ أنت تعرفه تماما، إنه رجل لا يصدق أحدا. هل يشك بك؟ وهل هو أعلى منك رتبة؟ نعم، ولكنه ما يزال لا يصدقني. برنارد، يجب ألا تحرج الرقيب. أنت تحب عملك، أليس كذلك؟ طبعا، أنا آكل مجانا وأنام مجانا، ويعطوننا لباسا وأحذية. لقد ولدت من أب فقير، أنا الخامس بين 6 إخوة وأخوات. لم يكن لدينا طعام كاف، كنت أرتدي ملابس قديمة. إن حياتي الآن كالحلم بالنسبة لي، والأهم من ذلك، لقد وعدت أمي أنني سأتلقى ترقية وأجعل حياتها أسهل وأفضل، لكنهم يعتبرونني لصاً الآن. يجب ألا تستسلم بسهولة وأن تثبت براءتك الآن. ولكن لا أعرف. ماذا عن وعدك لأمك يا رقيب غونزاليس؟ أنت محظوظ، فأنا ليس لدي أب أو أم، أنا يتيم. أنا آسف. هل يمكنك أن تتذكر وجه اللص؟ ها؟ نعم، أنا لا أنساه أبداً. حسناً، دعنا نذهب الآن لنقبض عليه. ولكن لا أعرف أين يكون. لا يحتاج اللصوص إلى المجوهرات، أنا واثق أنه سيبيع الجوهرة إلى شخص ما. ومن يشتري المسروقات في هذه البلدة؟ براون. رائع، أعتقد ذلك أيضاً. دعنا نراقبه قبل أن يصل إليه اللص. هيا. دييغو، أين أنت يا دييغو؟ ها؟ دييغو، لماذا أنت هنا؟ لوليتا. ماذا تفعل؟ لا شيء. حقاً؟ هل سمعت شيئاً عن غونزاليس؟ نعم. ما الأمر؟ ما الذي يجري؟ ارجع للوراء. ها؟ برنارد، ماذا تفعل أنت أيضاً هنا؟ لا شيء أبداً. أنتما مضحكان، لابد أنكما تخفيان شيئاً ما عني. ما هو؟ الرقيب غونزاليس؟ لوليتا، لست مضطرة أبداً للمجيء. لا تحاول دييغو، لا يمكنك أن تقبض على اللص وحدك. القبض عليه مهمة الرقيب. أنا؟ هل تريد أن تثبت براءتك وأن تقوم بعمل بطولي؟ أجل، ولكن هل هذه ملابس؟ ملابس ماريا وحدها تناسب حجمك. نعم، تبدو لطيفاً جداً بهذه الملابس. لن يعتقد أحد أنك أنت الرقيب إلا إذا اقترب منك. لا تقلق، لن يلاحظوا ذلك. أنا لست قلقاً. إياك أن تخاف. ألا تريد أن تفخر أمك بك أيها الرقيب؟ ألا تريد هذا؟
نعم أريد، وكيف لا؟ ترى متى سيأتي هذا اللص؟ لوليتا ماذا تفعلين؟ أبي؟ مرحبا دييغو، أنت هنا أيضا؟ مرحبا سيد بريدو. لا تضيع وقتك هنا، ودعنا نبحث عن غونزاليس سوية، ربما نحظى بالجائزة، إنها جائزة كبيرة. ها؟ أنا لم أنتبه، من هي هذه السيدة؟ إنها ماريا، ألم تعرفها يا أبي؟ هذا صحيح، إنها ماريا. أو ماريا، ماذا بك؟ ماذا حدث؟ هل أنت مريضة؟ أجل، أنا آسف، هذا سيء. لا، أنا بخير فلا تقلق. ماريا صوتك غريب جدا، هل أصبت بالزكام؟ أبي، رأيت وشاحا جميلا في أحد المخازن، أنا أشتريه؟ أعطيتك البارحة بعض المال، ولكن لا بأس، ما دمت موافقا سأشتريه. أرجو أن يكون جميلا. لكنني أعرف أنك دائما تثق بذوقي يا أبي. ذوقك جميل أيتها الشقية. إذن هيا بنا. أرجو أن تنتبهي لنفسك أكثر يا ماريا. هيا بنا. لقد جعت كثيرا بسبب التوتر. ماذا تقول؟ هل يريد ماجبي أن يبيع الجوهرة حقاً؟ نعم، يريد التعامل معك. وهي جوهرة سيدة دلسيا؟ أعتقد ذلك. لقد فهمت، كنت أعرف أن غونزاليس ليس لديه الشجاعة ليسرق أي شيء. يريد ماجبي أن يراك بأسرع وقت ليبيع الجوهرة. هذا يعني أننا نستطيع شراءها بسعر رخيص، لنذهب ونراها. حسناً، سأجهز العربة. هذا رائع للغاية، سأربح المال ثانية. أيها الرقيب. أو لوليتا، أين دييغو وبنار؟ أحضرا الطعام وقالا تولى الباقي بنفسك. يا للخائنين. نعم إنهما خائنان، أنا لست محظوظا. أنا سوف أساعدك. لا تقلق، سوف أقبض على اللص بنفسي أيها الرقيب غونزاليس. براون في العربة، ما العمل؟ دعنا نلحق به. حسنا، هيا بنا. ماذا هناك؟ هناك عربة تتعقبنا منذ فترة. ربما تتخيل ذلك. أعمل هذا. أنت شره جدا يا رقيب. أنا جائع جدا يا لوليتا. لذلك لن تقبل أي فتاة أن تتزوجك. هل تعتقدين هذا؟ نعم، على الرجل أن يكون قوي الإرادة. يبدو أنك كنت تتبعيننا، هل أستطيع مساعدتك أيتها الشابة؟ أنا كنت فقط. يبدو أن هناك امرأة في العربة، هل يمكن أن أعرف من هي؟ نعم. امرأة بشارب. نعم. تبدين جذابة بالشارب. على المرأة أن تعتني بمظهرها. اهرب بسرعة. سأقتلها إذا تحركت. أعتقد أن القبض عليك يساوي 50 قطعة ذهبية يا غونزاليس، ربحت ثانية. أعطني أنت بغونزاليس جيداً. حاضر. هذا في كرهه.
أي طريق؟ لكن ما الأمر؟ ما هذا؟ هذا ما أعطيته لغونزاليس. زارا، عمل رائع يا فيجارو. شكرا لمجيئك أيها الملازم. هل أنت الذي قبضت على غونزاليس؟ لقد قمت بواجبي كمواطن. أنا بريء يا سيدي، إنه سوء تفاهم، كنت أحاول فقط الإمساك باللص. اسكت. هل أحصل على الجائزة يا سيدتي؟ لكن أين جوهرتي؟ لا أعرف أي شيء عنها، لماذا لا تسألينه؟ قلت لكم أنا بريء بريء. شكرا لك يا سيدتي. سيدة ديلسيا، يجب ألا تعطيه الجائزة. أعرف هذا الصوت. زورو، انتظر لحظة سيدة ديلسيا، الرقيب غونزاليس لم يسرق الجوهرة. ماذا تقول؟ هذا الرجل يعرف من هو اللص، اسأليه. لا تكن سخيفا، أنا مواطن شريف. إنه كاذب يا سيدتي، لا تصدقيه، غونزاليس هو اللص. سأذهب الآن. ستنال جزاءك زورو. اترك هذه النقود. لا اتركها. فهمت الآن، عقدت اتفاقا مع غونزاليس. لا تكن سخيفا يا جابرييل. إذا أردت القتال فلن يكون في منزل السيدة ديلسيا، لنخرج. كما تشاء. لا تقلق يا سيدتي. هيا أيها الرقيب. هيا بنا لنذهب. إلى أين؟ نقبض على اللص ونسترد الجوهرة. عذرا يا سيدتي، هيا. انتظر. دعوه لي وابتعدوا. زارا، هيا بنا. إلى اللقاء جابرييل. هيا طاردوه، لا تدعوه يهرب. هيا. كم ستدفع؟ 80 قطعة ذهبية. ماذا؟ إنها تساوي على الأقل 500 قطعة ذهبية، والجائزة 100 قطعة. ابحث عن شخص غيري. تباً، هذا ظلم واضح. ماذا ستفعل؟ هل ستبيعها لي أم لا؟ إنها جوهرة جميلة فعلاً. هاي، إنه هو، إنه اللص. انظر من النافذة أيها الرجل. ماذا؟ هذا أنا يا سيدي، انظر، لقد أمسكت باللص. لا، لقد خدعني ماغبي، أنا بريء، دعني أذهب. أتسمعني؟ أنا بريء. أسكت أيها الأحمق. أين زورو يا غونزاليس؟ هنا. ماذا؟ أين؟ هناك. زورو، سنلتقي. ما رأيك ببطولتي؟ أيها الأحمق، أعرف أن زورو قد قام بمساعدتك. لا. وماذا حدث بعد ذلك؟ اعتبر عمل البطولية لا شيء. كان عملك بطولياً حتى دون مساعدة زورو. لا تيأس أيها الرقيب غونزاليس،
بإمكانك أن تسعد أمك وأن تقوم يوما ما بعمل بطولي، صدقني. هذه هي المشكلة، أفضل طريق للقيام بعمل بطولي هي أن أمسك بزورو، ولكنه ساعدني ولا أدري حتى الآن لماذا ساعدني. لأن زورو رجل طيب يا رقيب. زورو يكره ظلم جابرييل وجماعته، وليس الجنود أمثالك أيها الرقيب، لذلك لا تحاول أن تمسك بزورو، هذا أفضل لك. ربما تكون محقا، ولكن علي أن أنفذ الأوامر. إنه شخص لا يحتمل يا برنارد. أنتما لا تطاقان، دييغو برنارد سوف تندمان، كيف تجرؤان على سرقة الفطيرة؟ أهرب يا برنارد.